تعلم انه اولا ابنتها الاستاذ نجيب وهبتها، مش تبرعوا، لا، وهب وزارة الثقافة مقتنيات، يعني تسجيلها اخذ عدد من الصفحات. وبرضه مع ان الوزير فاروق حسني كان قد حدد مكان اللي هي وكاله ابو الذهب لتكون مقر للمتحف، وتوفيت واحده من البنات والمتحف ما اتعملش، ولا ندري متى سيعمل. ده نهج، ده نهج لما بنتكلم